انضم إلينا من القدس مراسلنا أحمد جرادات. أحمد، ضعنا في آخر التطورات المدنية والتصريحات السياسية، إليك. نعم، يعني قبل قليل تحدث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في إحاطته الصباحية، ويشير إلى ارتفاع عدد الجنود الذين قتلوا من الجيش الإسرائيلي منذ 7 من أكتوبر إلى 311 جنديا. الجيش الإسرائيلي يقول بأنه سيواصل العمليات في المنطقة الشمالية في قطاع غزة، أي بمعنى أن هذا التوغل الذي يبدو أنه محدودا لن يعقبه انسحاب إسرائيلي في الساعات المقبلة كما حدث في الأيام الماضية. ولكن حتى اللحظة الجيش الإسرائيلي يقول بأن عمليات مستمرة ومتواصلة لتقييم الأوضاع الأمنية والعسكرية في تلك المنطقة، ومن أجل يعني اتخاذ قرارات بشأن ما يجري في شمال قطاع غزة. هناك تكتيم إسرائيلي على المعلومات، المعلومات جدا مقلة من تلك المنطقة، وفقط الحديث عن الأهداف التي ضربوها وعن تواجد القوات وتوغلها ومشاركة 100 طائر على الأقل. وهذا القصف العنيف الذي شهدته المناطق في قطاع غزة، تحديدا المناطق الشمالية، التي يقول الجيش الإسرائيلي بأن أنه دمر 150 هدفا. هناك في إسرائيل في الفترة الأخيرة يتصاعد ملف الأسرى والمحتجزين، وعلى ما يبدو أنه سيؤثر على قرارات الحكومة الإسرائيلية وعلى قرارات المستوى السياسي وكابينة الحرب في الساعات المقبلة، لأن أهالي الأسرى والمحتجزين كانوا قلقين في الليلة الماضية على مصير أبنائهم، لا سيما مع القصف العنيف الذي طاول المناطق في شمال قطاع غزة، والخشية على وقوع أضرار بالمحتجزين والأسرى الإسرائيليين، لا سيما مع إعلان كتاب القسام في الأيام الماضية مقتل ما لا يقل عن 50 أسيرا بفعل الغارات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة على قطاع غزة. أيضا رئيس الأركان ووزير الأمن الأسبق شاؤول موفاز، والذي كان وزيرا للأمن ورئيسا للأركان فترة الانتفاضة الثانية، يقول بأنه يتوجب في هذه الفترة الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل عودة المحتجزين الإسرائيليين إلى ديارهم. يتهم حكومة نتنياهو بالفشل، ويقول بأن نتنياهو لا يستطيع اتخاذ قرارات مصيرية وكبيرة. وفي الأيام الأخيرة نستمع إلى انتقادات واسعة لبنيامين نتنياهو على غير العادة. عادة في فترة الحروب أو فترة الحرب في إسرائيل، عادة ما يتم الالتفاف حول الحكومة ورئيسها في هذه الفترة، وما تكون الانتقادات وساعة المحاسبة بعد الانتهاء من الحرب. وكما حدث مثلا في الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006، كانت هناك لجنة تحقيق، ولكن عقب انتهاء الحرب الانتقادات بدأت تطاول أولمرت في ذلك الوقت بعد الحرب وليس خلال الحرب. الآن نتحدث عن انتقادات، هناك الحديث الإسرائيلي عن أزمة ثقة ما بين القيادة السياسية والجيش الإسرائيلي الذي فشل من الناحية الاستخباراتية، عن أزمة ثقة بين الجيش والحكومة وأيضا الشارع الإسرائيلي تحديدا في مناطق غلاف غزة، والتي هذه المناطق تحديدا سكنوها الإسرائيليين بتشجيع من الحكومة الإسرائيلية، وعندما قالوا لهم اسكنوا في تلك المناطق وأن الأمن سيكون مستتب واعملوا في تلك المناطق لإعمارها. ولكن عملية 7 من أكتوبر أثبتت أن الإجراءات الأمنية الإسرائيلية التي وضعت في تلك المنطقة لحماية الإسرائيليين هي إجراءات كان سهل في تلك الفترة تجاوزها من قبل حركة حماس والفصائل الفلسطينية. لذلك أزمة الثقة، الاتهامات لنتنياهو، الحديث عن شخصية نتنياهو يكثر في الأيام الأخيرة، فهناك من يصفه بالجبان من الإسرائيليين، هناك من يصفه بأنه غير قادر على اتخاذ قرارات مصيرية، وهناك في السابق كانوا يقولون أن نتنياهو يبدأ الحملة العسكرية أو العملية العسكرية ولكن لا يعرف متى ينهيها. الآن دخلنا في الأسبوع الرابع لهذه العملية الإسرائيلية على قطاع غزة، وحتى اللحظة بريا لم ينفذ الجيش الإسرائيلي هذا الاجتياح الواسع الذي تحدث عنه، والذي قال